خلال استقباله مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الرئيس السيسي يؤكد سعي مصر لتحقيق طفرة بمساحة الأراضي الزراعية. شكري يؤكد أن العلاقات بين مصر ودول الخليج ركيزة الاستقرار بالمنطقة، ويؤكد أن ما يجري في غزة مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية. وسقوط عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة عند دوار الكويتي بغزة، وطيران الاحتلال يشن غارة على مخيم جباليا بشمال غزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو شو دونيو. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو التي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له. بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، والتي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وكذلك في التوقيع الذي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة 2024-2027. أعرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت عمرانيا وزراعيا وصناعيا، مؤكدا التزام الفاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث أوضح السيد الرئيس سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية، منوها في هذا الإطار إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم. وقد أوضح مدير الفاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية بما تم منها وما يجري تنفيذه، مؤكدا حرصه على تعميق التعاون القائم بين مصر والمنظمة في هذا الصدد، بما يدعم مصر في تحقيق أهدافها الطموحة لتحسين الأمن الغذائي للشعب المصري. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثاً معمقاً بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات براً وجواً لإغاثة أهالي غزة. أعرب مدير الفاو في هذا الإطار عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأعلى درجات المسؤولية والتجرد، مستعرضا جهود الفاو في هذا الإطار، ومؤكدا الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. وفي نهاية اللقاء سلم مدير عام منظمة الفاو هدية تذكارية للسيد الرئيس تقديرا لما يتحقق في مصر من تنمية شاملة ومتسارعة في مختلف المجالات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعمه الكامل لجميع أوجه التعاون ما بين مصر والمجر في مجال تبادل الخبرات والبرامج العلمية ما بين الجامعات من الجانبين. وخلال لقائه بوزير الثقافة والابتكار المجري يانوش تشاك والوفد المرافق له، أشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لمجال التعليم العالي وعقد الشراكات الدولية ما بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية في التخصصات المختلفة،
من جانبه أكد وزير الثقافة والابتكار المجري أن مصر لديها إرث ثقافي عظيم ومتنوع وناتج عن موروث تاريخي يمتد لآلاف السنين، معبرا عن رغبة بلاده في التبادل الطلابي والأساتذة مع مصر وتشجيع التعاون ما بين الجامعات والمؤسسات البحثية في كلا البلدين. انطلقت فعاليات الاجتماع الأول للمنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر والذي يهدف لبحث أفاق التعاون بين الجامعات المصرية والمجرية، وناقش المنتدى فتح فروعا للجامعات المجرية في مصر إلى جانب ترتيب لقاءات ثنائية بين رؤساء الجامعات من الجانبين للتشاور حول بناء شبكة ترابط بين المؤسسات التعليمية من البلدين. في إطار تعزيز العلاقات الممتدة بين مصر والمجر، انطلقت فعاليات الاجتماع الأول للمنتدى الأكاديمي والعلمي بين البلدين لبحث أفاق التعاون بين الجامعات المصرية والمجرية، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وفقاً للمستويات العالمية. الحقيقة الاستراتيجية اللي كانت أطلقت في مارس العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أحد نقدر نقول عناصرها الأساسية هي التعاون الدولي. وإحنا طبعاً النهاردة المجر الحقيقة حرصها على إنها تتعاون مع جامعاتنا المصرية في خلال مشروعات بحثية مشتركة وبرامج تعليمية مشتركة. الحقيقة كان ده هدف الزيارة الأول. Hungary and Egypt has long-term relationship. أنا سعيد لتواجدي هنا في مصر، فمصر والمجر لديهم تاريخ كبير وممتد من التعاون، ونحترم ثقافة بعضنا البعض. واليوم الصراعات والأزمات تمزق عالمنا، ولكن يمكن لمصر والمجر من خلال التعاون أن يساهموا في نشر ثقافة السلام والتعمير. المنتدى تناول مناقشة فتح فروع للجامعات المجرية في مصر إلى جانب ترتيب لقاءات ثنائية بين رؤساء الجامعات من الجانبين، وذلك للتشاور حول بناء شبكة الترابط بين المؤسسات التعليمية من البلدين، بالإضافة إلى التوافق حول التخصصات الأكاديمية التي يمكن التعاون بشأنها. دولة المجر من الدول المهمة جدا في العلوم الأساسية زي الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ودي هي الأساس في معالجة المية، في هندسة المواد اللي احنا محتاجينها. المجر من الدول المهمة جدا بالنسبة لمصر، فيها بوتنشلز كتيرة جدا ان احنا يكون في تعاون في عدة مجالات، المجال الزراعي، مجال الطاقة، وحاجات كتيرة جدا. العلاقات الثنائية بين مصر والمجر تتميز بالارتباط الوثيق على مر التاريخ، حيث تعد دولة المجر شريكا وحليفا استراتيجيا لمصر في مجالات متعددة ومن بينها مجال التعليم. ومن هنا تأتي أهمية اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون العلمي لخدمة أهداف البلدين. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة المصرية على تذليل كافة التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في خوض مجال الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز التي يتم توفيرها للمستثمرين. ويستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء مع السفير الإيطالي بالقاهرة التقدم المحرز في تنفيذ مقترحات التعاون في قطاع الزراعة وسبل دعم الأمن الغذائي لمصر، فضلا عن بحث إمكانية التعاون لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية. من جانبه أعرب سفير إيطاليا بالقاهرة عن تطلع رئيسة وزراء بلاده لزيارة مصر في إطار البناء على مجالات التعاون المشترك ما بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما قطاع الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة ما بين الجانبين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير لعام 2024. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.
شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير لعام 2024، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق وإخلاص. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجا يحتذى به في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن تجديد مسؤولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية الراسخة، كما قدم التحية لأسر القادة المكرمين على ما تحملوه من عبء المسؤولية الأسرية وتنشئة الأبناء على المبادئ والقيم المصرية الأصيلة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء لخدمة الوطن والذود عن ترابه المقدس. قامت القوات المسلحة بالدفع بلجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان، وذلك في أماكن تواجدهم على مدار عدة أيام. في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية، قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وذلك على مدار عدة أيام. كذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق، وخلال أعمال اللجنة أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة حرص القوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لأبناء الوطن خاصة قاطني المناطق الحدودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة، إحنا بنيجي كل سنة لأبناء حلايب وشلاتين وبرماد ووادي العلائي لتسوية موقفهم التجنيدي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بدون أي رسوم مادية. فيما أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم. تم استلام الشهادة غير أي رسوم ولا تعب ولا أي حاجة، وبالعكس تسهيل أمور كثيرة للشباب بالذات شباب شلتين. ألف شكر. اللجان التجنيدية جاتنا لحد عندنا وسلمتنا الشهادة طبعا بدون رسوم طبعا. نشكر القوات المسلحة لتوفير الشهادة في المنطقة وتذليل الصعاب. والجيش مركز على نقطة الصحة لأنه بيحاول يبني إنسان قوي متعلم بحيث يقدر يواجه به الظروف، خصوصا أنه في منطقة حدودية بيحتاج أنه ينشئ جيل صحي قوي أنه هو يجابه المخاطر الأوضاع الموجودة، فدي بتعتبر المجهود الموجودة جدا غير باقي المجالات طبعا اللي بيشارك في القوات المسلحة. تأتي تلك الجهود انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتلك المناطق وتوفير أوجه الدعم الكامل لهم.
قال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك علاقات متميزة تجمع بين مصر ودول الخليج، لافتا لأن هذه العلاقات تعد ركيزة أساسية للاستقرار بالمنطقة. جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية خلال أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج في العاصمة السعودية الرياض. إن الحديث عن العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر بدول الخليج العربية الشقيقة يتطلب من الوقت ما لا يتسع له مقامنا هنا، ولا تكفي له كلمة أو خطابا منفردا، فهي علاقة عميقة متشعبة الأبعاد تتشكل من ضفائر التاريخ والجغرافيا وتنسجها خيوط الإخوة والمودة والتكاتف والقرب، وفي أوقات الرخاء وفي لحظات الأزمات والعواصف، وعلى نحو أثبت في محطات مختلفة أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية والخليجية هي مصالح مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، وأن العلاقات الوثيقة بيننا كانت ولا زالت ركيزة الاستقرار في المنطقة. قال وزير الخارجية سامح شكري أن الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية على الأشقاء في قطاع غزة التي ألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، وأشار شكري إلى أن الحلول الأمنية للصراع لم تقدم للمنطقة سوى الدمار، لافتا إلى أن ما يجري في غزة هو مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية. اجتمع اليوم ونحن نواجه أزمات متفجرة تلقي بأعباء وتبعات غير مسبوقة على عاتقنا، على رأسها الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تحمل تبعات سياسية وأمنية وإنسانية شديدة الخطورة، لا تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق فقط، وإنما تمتد إلى المنطقة ككل وتلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين. كشفت تلك الأزمة عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة ونافذة لفرض وقف لفوري وشامل لإطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع أو وضع حد لهذه المجازر وللتجويع والحصار المفروضين على قطاع غزة وأطفاله الأبرياء، والتصدي لمخططات التهجير القسري لسكانه وما تنطوي عليه تلك الأعمال من مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية. كما تطرق شكري إلى الأزمة التي تواجه عددا من الدول العربية ومنها السودان وسوريا وليبيا، وأكد شكري رفض مصر بشكل كامل استمرار انتهاكات إثيوبيا فيما يخص أرض الصومال. وتأتي التطورات في ظل أزمات متفاقمة ومقلقة في السودان وليبيا وفي سوريا وفي الصومال، الذي تتعرض سيادته ووحدة أراضيه للتهديد حقيقي بتوقيع إثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم سوماليلاند، وهو التطور الذي ترفضه مصر بشكل كامل لما فيه من انتقاص لسيادة دولة عربية وهي دولة الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، فضلا أنه يأتي استمرارا لسياسات إثيوبيا غير الحكيمة والتي لا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية، وهو الأمر الذي بدأ بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات الخاصة بسد النهضة ودفعنا لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتنا في تلك المفاوضات التي لن تفضي لأي نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي. في السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البداوي أكد على أهمية اجتماع المجلس الوزاري المشترك ما بين مجلس التعاون ومصر لما يربط الجانبين من أواصر وعلاقات استراتيجية مهمة، وأشار البداوي إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل. وأشار البداوي إلى أن المجلس الوزاري أكد دعم ومساندة كافة المساعي التي تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح جميع الأطراف. Thank you.
طالب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بالوقف الفوري لإطلاق نار في غزة، مستنكرا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. وأدان المجلس الوزاري الخليجي العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالب باتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية وبشكل موسع وآمن وبدون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار. وصل وفد حماس إلى القاهرة وذلك لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار. يأتي هذا في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها. وكانت الوكالة الفرنسية قد أشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أن إسرائيل قابلت مبدئيا ببنود مقترح هدنة في حربها على قطاع غزة وفي انتظار رد حماس. جدد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد أشتية دعوة الولايات المتحدة إلى دعم وقف فوري لإطلاق النار والعمل لفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لغزة وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية. وخلال لقاء وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي أكد أشتية أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو عدة مرات لمنع قرار يدعم وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن يشجع إسرائيل على سفك المزيد من الدماء بغطاء دولي. هذا ودعا أشتية الولايات المتحدة لإعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تساهم في إغاثة مئات الآلاف من الفلسطينيين في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل كافة أشكال الإبادة الجماعية بالقتل والتجويع والتدمير. ذكرت تقارير أمريكية أن الرئيس جو بايدن بدأ ممارسة ضغوط كثيفة على جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة وذلك قبل شهر رمضان. وذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالات بقادة إقليميين من أجل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة قبل رمضان. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن بايدن طلب إقناع حماس بالموافقة على صفقة التبادل قبل شهر رمضان. كشف استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال عن وجود 42% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل بالغت في الرد على هجمات حماس. وأكدت الصحيفة أن 60% من الناخبين الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الحرب، فيما يعتقد 33% من الناخبين أن الولايات المتحدة لا تفعل سوى القليل لمساعدة الفلسطينيين. أكدت جامعة الدول العربية أن الأعمال الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي والأعراف الإنسانية. هذا وحذرت الجامعة خلال احتفالها باليوم العالمي للمياه لعام 2024 من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، حيث أصبحت نسبة المياه الصالحة للشرب المتوفرة للسكان لا تتجاوز أكثر من 15% مما كانت عليه قبل العدوان، وهو ما يعد حكما بالإعدام على مئات الألاف. هذا وطلبت الجامعة بتوفير مياه الشرب وتنفيذ التدخلات العاجلة في مجال الصرف الصحي والتي من شأنها تخفيف الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها اللاجئون والنازحون في مختلف مناطق القطاع. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية المنقذة للحياة يعد حكما بالإعدام وعقابا جماعيا. وخلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة سيغريغ كاغ، حمل أبو الغيط المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة بسبب الضوء الأخضر الذي منحته بعض القوى الكبرى لإسرائيل
لممارسة العدوان على هذا النحو البشع والمجرد من الإنسانية. هذا وشدد أبو الغيط على أن الأولوية القصوى الآن تقوم على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف لنزيف الدم والحيلولة دون وقوع مجاعة للفلسطينيين في قطاع غزة. طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بأن يكون للفلسطينيين دولتهم وأن يمارسوا حقهم بتقرير مصيرهم بحرية كاملة. وأكد أولمرت أن التحريض الذي يمارسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي ووزير المالية للمستوطنين بشكل خطير جديا على دولة إسرائيل. هذا وأكد أن الحكومة أو حكومة بنيامين نتنياهو قائمة على مجموعة متشددين يعتقدون أن الضفة الغربية يجب أن تكون جزءا من إسرائيل. أعلنت مصادر إعلام إسرائيلية عن وجود تظاهرات للمئات من اليهود المتشددين وقاموا بإغلاق الطريق السريع في القدس ورافضا لقانون التجنيد. وجدد قادة من المتدينين اليهود معارضتهم التجنيد بجيش الاحتلال في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتعد مشاركة هذه الفئة بالجيش من أكثر المواضيع حساسية وتوترا في المجتمع الإسرائيلي، حيث يعارض العلمانيون عدم تجنيد اليهود المتدينين. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية في غزة، وذلك لليوم 49 بعد 100 على التوالي. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30,410 شهداء و 71,700 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. حرب الإبادة الجماعية التدميرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة تتواصل في ظل ارتفاع متزايد بأعداد الشهداء والجرحى والمفقودين في مختلف أنحاء القطاع. في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة استشهد أشخاص جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منازل بالقرب من مدرسة أبو حسين وكذلك لعدة مناطق مجاورة. وشهد شمال خان يونس ودير البلح تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية وغارات مكثفة، كما حصرت عشرات العائلات في أبراج مدينة حمد بخان يونس مع استمرار إطلاق النار من قبل طائرات الاحتلال المسيرة والآليات تجاه الأبراج. وشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة أبو عنزة بحي السلام، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات غالبيتهم من الأطفال، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث وانتشال الشهداء والجرحى نتيجة الاستهداف. وفي هذا الصدد أعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن قلقه بشأن سلامة المعتقلين من طواقمه الذين ما زال مصيرهم مجهولا، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنهم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة مروعة عند دوار الكويتي بغزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستهدف مئات الآلاف من البطون الجائعة شمالي غزة بدم بارد. كما أعلنت ارتكاب الاحتلال لتسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وذلك خلال الساعات 24 سقط ضحيتها 90 شهيدا و 177 مصابة. بدورها أعلنت وسائل إعلام فلسطينية قيام طيران الاحتلال بشن غارة على مخيم جباليا
بشمال غزة. زار وفد من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول كيفية استقبال الجرحى الفلسطينيين ونوعية الإصابات التي لحقت بهم والجهود التي يقوم بها الفريق الطبي في علاجهم. هذا وقام الوفد الأوروبي بتفقد مخازن المساعدات اللوجستية بالعريش، واستمع إلى شرح مفصل من أعضاء الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات وتخزينها وتكويدها وإرسالها إلى قطاع غزة، وحجم المساعدات والدول التي قدمت المساعدات وأنواعها. كما قام الوفد بزيارة المنطقة اللوجستية في مدينة رفح، والتي قامت المحافظة بإنشائها لاستيعاب شاحنات المساعدات خلال فترة انتظارها تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، بجانب تفقد ميناء رفح البري. نحن نقدر الدور المصري الكبير في مساعدة الناس في قطاع غزة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية والغذائية أو من خلال الجرحى والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات. ونحن نعلم الوضع الإنساني الصعب داخل القطاع، ونحن نعمل على وقف إطلاق النار بين الجانبين وعودة المحتجزين الإسرائيليين، وكذلك لا بد من فتح معابر وطرق جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، ولا نريد أي دماء جديدة. أخبار التاسعة مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. الجيش الأمريكي يؤكد غرق السفينة روسيا لهجوم قبالة اليمن، وقوات الحوثي تتعهد بمواصلة إغراق السفن البريطانية. أكدت مصر دعم الجهود الرامية لانتخاب رئيس جديد للبنان بعد مرور 16 شهرا من الشغور الرئاسي، وخلال مشاركة سفير مصر لدى بيروت علاء موسى في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية حول لبنان مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد موسى حرص مصر على استقرار لبنان الشقيق. بدوره ثمن ميقاتي جهود الدول الخمس المخلصة لدعم لبنان ومساعدته لمواجهة مختلف التحديات والظروف الراهنة، مؤكد أن انتخاب رئيس جديد هو بداية الطريق لاستكمال مؤسسات الدولة اللبنانية والشروع في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة لخروج البلاد من أزمتها الحالية. أكد الجيش الأمريكي أن السفينة روبي مار والمملوكة لشركة بريطانية غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته قوات الحوثي في اليمن، وذلك في 18 من فبراير. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الألومنيوم التي كانت تحملها السفينة تمثل خطرا بيئيا في البحر الأحمر. بدورها تعهدت قوات الحوثي بمواصلة إغراق السفن البريطانية باعتبارها دولة تعتدي على اليمن وتشارك في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة بحسب قولها. التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بوفد آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان برئاسة محمد شمباز. وقدم البرهان شرحا لوفد الآلية الأفريقية عن آخر التطورات السياسية في السودان منذ بدء الاشتباكات، معبرا عن ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في الاتحاد بالتعامل معها كعضو كامل
للحقوق في هذه المنظمة. من جانبه شدد شنباز على ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار للسودان وشعبه. أكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق أن رفض قائد قوات الدعم السريع دمج قواته في الجيش السوداني لتكوين جيش موحد يعد السبب الأساسي في إشعال الحرب. وأوضح الصادق أن الحكومة السودانية رغم فرض هذه الحرب عليها إلا أنها ملتزمة بالتفاوض السلمي ومنفتحة على كل المنابر والمبادرات. وأوضح وزير الخارجية السوداني أن تنصل قوات الدعم السريع من تنفيذ بنود اتفاق جدة شكل السبب الأساسي لعدم إحراز تقدم في هذا الإطار. في سياق آخر، أعرب وزير خارجية السودان عن تقدير بلاده للجهود التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى توريد المزيد من الأسلحة إلى بلاده، خاصة ما يتعلق بالدفاعات الجوية، ذلك من أجل عدم تكبد المزيد من الخسائر في الأرواح. هذا وتواجه المعونات العسكرية الغربية لأوكرانيا معوقات عدة، منها انقسام الكونغرس الأمريكي حيال حزمة مساعدات اقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن، ومحدودية القدرات الأوروبية على توفير الكميات اللازمة من الذخائر. الأزمة الروسية الأوكرانية تدور في حلقة مفرغة دون التوصل لحل للصراع الذي مر عليه أكثر من عامين ولا بارقة أمل تحلق في الأفق حتى الآن مع اشتداد القتال بين الجانبين. استمرار العمليات العسكرية الروسية دفع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي للطلب مجددا من الدول الغربية تزويد بلاده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. زيلينسكي أكد أن التأخير في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وأنظمة الدفاع الجوي لحماية شعبه يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة حسب قوله. وبعد أكثر من عامين على اندلاع الأزمة الأوكرانية، يحث زيلينسكي يوميا حلفائه الغربيين على تقديم المساعدة العسكرية بسرعة أكبر، ودعا خصوصا إلى توفير الذخيرة والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة. وتواجه المعونات العسكرية الغربية لأوكرانيا معوقات عدة، أبرزها انقسام الكونغرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين حيال حزمة مساعدات اقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن، ومحدودية القدرات الأوروبية على توفير الكميات اللازمة من الذخائر. وكان وزير الدفاع الأوكراني روستوم عوميروف قد أعلن أن نصف الأسلحة التي يعد الغرب بتوريدها إلى أوكرانيا يتم تسليمها بعد تأخير. تأتي هذه الصعوبات في وقت تحقق فيه القوات الروسية تقدما ميدانيا في ظل معاناة الجنود الأوكرانيين من الإنهاك من جراء المعارك المتواصلة دون هوادة مع جيش روسي متفوق بالأسلحة. ذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية أن القوات الروسية استولت أثناء الهجوم على مدينة أفيديفكا الأوكرانية على آليات عسكرية غربية بينها ناقلة جنود مدرعة أمريكية، بالإضافة إلى مركبات مدرعة تركية وبريطانية. وذكرت الوكالة أن من بين الآليات العسكرية واحدة من ناقلات الجنود المدرعة الأكثر استخداما في الجيش الأمريكي، والتي تم استخدامها خلال حرب فيتنام. وأضافت الوكالة أن الآليات التي تم الاستيلاء عليها في مدينة أفدييفكا تكشف أن الولايات المتحدة سلمت دفعة كبيرة من القوات أو إلى القوات المسلحة الأوكرانية من هذه النوعية. أطلق اليمين المتطرف في فرنسا حملته استعدادا للانتخابات الأوروبية في 9 يونيو المقبل، وتصدر حزب التجمع الوطني اليميني كل استطلاعات الرأي المتعلقة بنوايا التصويت، حيث حصل على 30% وفقا للاستطلاعات الرأي.
انتخب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا للوزراء، وذلك للمرة الثانية بعد 3 أسابيع من انتخابات عامة غير حاسمة أدت إلى تأخر تشكيل حكومة ائتلافية. وحصل شريف رئيس الوزراء الباكستاني الجديد على 200 صوت، فيما حصل منافسه عمر أيوب المرشح المدعوم من رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان على 92 صوتا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تصريحات أرمينيا بأن مسار التقارب مع روسيا الذي تم انتهاجه بين الجانبين على مدى أعوام كان خاطئا وقد يؤدي إلى مراجعة وإعادة النظر في العلاقات الثنائية بين البلدين. أضاف لافروف أن تصريحات عدد من ممثلي القيادة الحالية في يريفان تعبر عن رأي القيادة الأرمينية بأكملها وتستند إلى رأي الشعب الأرميني بأكمله، مشيرا إلى أنه يجب على موسكو مراجعة الكثير من الأمور في العلاقات الروسية الأرمينية. وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي مع إجراء تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة لاستكمال نظر مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله. وخلال الجلسة وافق المجلس على إحالة 11 تقريرا للجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد بها من توصيات. فلنوافق من حضراتكم على ما انتهى إليه رأي اللجان النوعية في جميع هذه التقارير، يتفضل برفع يده. موافقة. إذن تحال هذه التقارير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها التوصيات. وشهدت الجلسة موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بعد مناقشة بعض مواده. في الحقيقة أن مشروع هذا القانون يثبت أن الجمهورية الجديدة هي جمهورية الحماية الاجتماعية، إذ أن هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه أياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. هي جمهورية لكل مواطنيها، ترعاهم وتعمل على حمايتهم وتضع ذلك في صدارة أولوياتها. أنا أقترح أن مدة سنة قد لا تكون كافية لاستيعاب كافة الأسر، وعشان ما نبقاش مضطرين لتعديل تشريعي آخر أنا بقترح أن يضاف فقرة بعد السنة أن يجوز مد مدة مماثلة واحدة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص. يبقى احنا ادينا جوازية للوزير المختص أنه يعرض على رئيس الوزراء بمد مدة عشان يخرجنا من مشكلة تعديل تشريعي بعد سنة لو ما قدرناش نستوعب كل الأسر، ويبقى احنا فتحنا الباب لأسر أكبر ان هي تخش يبقى عندنا مساحة. هذا وقد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على ان يعود المجلس للانعقاد غدا لاستكمال مناقشة باقي المواد. وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن قانون الضمان الاجتماعي يعد ركيزة أساسية لبناء أي مجتمع، كما أشاروا إلى أن مشروع القانون يحقق ضمانة اجتماعية للمواطنين غير القادرين. أنا بتقدم بالشكر في هذا القانون إلى السيد رئيس الجمهورية لأنه هو الذي أعطى التوجيه
للحكومة لإعداد قانون الضمان الاجتماعي، وقانون الضمان الاجتماعي ده ركيزة أساسية لبناء أي مجتمع، كما جاء هذا القانون بظهير دستوري واضح في المادة 17 من الدستور التي تحث الدولة على ضمان حياة كريمة للمواطنين. كمان القانون ده في ميزة كبيرة جدا تطبق لأول مرة، وهو الدعم النقدي. مشروع القانون يعني قامت به الحكومة بجهد كبير قوي، من أهم ما جاء به هو ربط الدعم النقدي والعيني بمفهوم الاستثمار في البشر، المفهوم اللي طالما نادى به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بتسعى إليه الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، وعن طريقه بيتم إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة وتعليم أطفالها. هو مشروع بيحقق ضمانة اجتماعية ومساعدات اجتماعية للمواطن الغير قادر، وده تحقيق لاستحقاق دستوري موجود في المادة 17. أظن كمان إن احنا داخلين على تطور تشريعي كبير، إن برنامج أو مبادرة زي تكافل الكرامة تتحول إلى نظام دائم ومؤسس ليه بتشريع متكامل. احتفلت مؤسسة فاهم للدعم النفسي بمناسبة مرور عام على إنشائها وتنفيذ 100 نشاط في ملف الصحة النفسية في العام 2023-2024. ترتكز رسالة المؤسسة على نشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي حول الاحتياجات اللازمة للمرضى النفسيين وإمكانية علاجهم وإدماجهم بالمجتمع. الحقيقة يمكن وصمة المرض النفسي يعني هي أزمة تلاحق المجتمع المصري منذ زمن بعيد، بيطلق على المريض النفسي أو أي من يمر بأزمة نفسية مصطلحات عديدة، معظمها إن ما كانش كلها سلبي، يعني فيها أحكام مسبقة على هذا الشخص، ما فيهاش إحساس بمشاعره بكربه بأزمته اللي بيمر بيها. إحنا بنؤمن إن الإنسان مركب مش بس يعني الجزء المادي، لكن روح ووجدان وفكر ونفسية ومشاعر، وإن توازنه النفسي وتوازنه الشخصي على مستوى حياته بيقدر يعمل أسرة سعيدة، يقدر يعمل علاقات عمل، يقدر يخدم في مجتمع بيعتمد كتير قوي على صحته النفسية. احتفالية النهاردة احنا بنعدي سنة، دايما قلنا ان احنا عملنا فيها 101 مبادرة، عملنا اكتر من حاجة، زرنا المستشفيات اللي محدش بيفكر يزورها، رحنا للمرضى في مستشفى العباسية، المعمورة، رحنا مستشفى الدمرداش، زرنا المرضى النفسيين، زرناهم وقعدنا معاهم واتكلمنا معاهم وشفناهم محتاجين ايه. ما كانوش مصدقين في اهالي سايبة اطفالها وسايبة اولادها بسنين، احنا رحنا واتكلمنا معهم وبنروح، وعملنا معهم دورات تدريبيه، والفنانين في لوحات اترسمت وفي حاجات كتيره، في شغل بيطلع من الزيارات دي. وجود الانسان في الدنيا نعمه وهديه من ربنا، الانسان مخلوق مكرم، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وكرمه وشرفه على كل المخلوقات، وقال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. التكريم والتشريف ده من عند ربنا سبحانه وتعالى يقتضي إن الإنسان لما يحصل له أزمة ولا يحصل له مشكلة يدور إزاي على الدواء والعلاج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. هو في بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، والهدف من هذا البروتوكول إنه الصحة النفسية والتوعية بيها يبقى للأسرة، للأطفال من سن صغير، ودي حاجة رائعة، لأنه إحنا لو طلع عندنا جيل جديد أكثر صحة نفسية إحنا كده نقدر نطمن على اللي جاي. نظرة الكنيسة والدين المسيحي للمريض النفسي هي نظرة طبعاً هو إنسان مريض يحتاج علاج وليس عقاب أو يحتاج إلى أن إحنا عنف ضده، بالعكس إحنا محتاج مرعان رعي أكتر، ناخد بالنا منه أكتر، نبتدي إن إحنا نقدم ليه العلاج، ننصحه بيه إن هو يعني لو محتاج زيارة طبيب نفسي، محتاج مشورة نفسية، أياً كان هو الاحتياج محتاجه ليه لازم بندعمه، نقف جنبه، مش بننظر له نظرة إن هو حاجة عار أو وصمة عار، بالعكس هو محتاج إنسان مريض محتاج علاج. أؤكد أن الدولة المصرية والقيادة السياسية مهتمة بملف الصحة النفسية، عشان كده كان أول بروتوكول مع وزارة الصحة والسكان. بشكر دكتور خالد عبد الغفار على التعاون الحقيقة اللي لقيناه في زيارتنا للمستشفيات، الصحة النفسية العباسية، دمرداش، سوهاج، المعمورة، كل ده دخلناه في إطار هذا التعاون.
الصورة والرسالة بتوصل أقوى بكتير جدا لما بيتكلمها حد مر بالتجربة بنفسه، ودي قوة مؤسسة فاهم الحقيقة دون يعني مع مصر، ما احنا مليانة مؤسسات طب نفسي وصحة نفسية، لكن فاهم ليها وضع خاص بما ان المجتمع هو اللي شايلها اكتر منه حد تاني. احنا بنحاول كأطباء نفسيين بقالنا 25 سنة نغير هذا المفهوم. هي مؤسسة فاهم في سنة حطت المريض النفسي وحطت المرض النفسي واهليهم على خريطة الوعي المصري. كويس، المؤسسة هدفها في الحقيقة دعم المرضى النفسيين ودعم أهليهم والتوعية بالمرض النفسي وبوجوده وبأهميته وبأنه يبقى نعمل عملية تطبيع مع المرضى النفسي، بمعنى أن احنا يعني المرضى النفسي ده أي مرض في الدنيا ممكن يصيب أي حد فينا. المجلس القومي للطفولة والأمومة هو حسب القانون الجديد يعني شرف بتصديق فخامة السيد رئيس الجمهورية عليه في نوفمبر 2023 معني بأمور بكل ما يهم الطفل من حماية ورعاية إلى آخره في جمهورية مصر العربية. أي طفل، طفل مصري أو غير مصري موجود على الأراضي المصرية. وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكولا للتعاون المشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية والبرامج التدريبية المتقدمة لثقل المهارات الرقمية لقادة المستقبل. تأتي هذه الخطوة انطلاقا من حرص جهاز تنظيم الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب على توثيق روابط التعاون فيما بينهما لتطوير وتنمية الكوادر البشرية بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة وإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري لما تمثله من دور واضح في رفع مستوى معيشة المواطنين في القرى المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030. وخلال اجتماع لمتابعة تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، أكد مدبولي أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات من جانب وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 1667 قرية موزعة على 462 وحدة محلية ب 59 مركزا داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية. انطلقت أعمال القافلة الطبية بإحدى الوحدات الصحية بمدينة القصير بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقامت القافلة الطبية بتوقيع الكشف وصرف العلاج ل 177 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 16 فحصا أو 16 فحصا معملية، كما تم إجراء 22 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، تم عمل 20 حالة سونار. القافلة انطلاقا من مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقافلة والحمد لله بتقدم خدمات في منتهى الروعة للمواطنين وخدمات كلها مجانية. كلها مجانية وكلها ما شاء الله 100 100. القافلة ممتازة ومحترمة وربنا يبارك فيكم إن شاء الله. مشاهدينا، والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في هذه الجولة. أخبار المال والأعمال ينضم إلينا فيها الزميل محمد عبد الله. ازيك يا محمد؟ أهلا بك رجائي وأهلا بك فاطمة. مشاهدينا الكرام، الأخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا تحت عنوان مصر ودول البريكس فرص واعدة، وذلك في إطار سلسلة التقارير المعلوماتية التي يصدرها المركز. وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى أهم المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس، ومن بينها خلق فرص وآفاق تعاون مستقبلية واعدة بين مصر ودول البريكس
وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب بكريسور لتصبح مركزا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية. وافقت الحكومة على صرف 307 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبيتلو لعدد 426 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وبهذا يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8.5 مليار جنيه، نحو 43,500 مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 505,000 رأس ماشية لتوفير المزيد من اللحوم والألبان. اتفق أعضاء في تحالف أوبك بلس على تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط حتى الربع الثاني من العام الجاري، ما يقدم دعما إضافيا للسوق وسط مخاوف حيال نمو الاقتصاد العالمي. وأعلنت السعودية تمديد خفضها الطوعي بواقع 1,000,000 برميل يوميا حتى نهاية يونيو ليصل إنتاجها إلى نحو 9,000,000 برميل يوميا. كما أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاج النفط وصادراتها بواقع 471,000 برميل إضافية يوميا في الربع الثاني من العام. كان التحالف قد وافق في نوفمبر على خفض طوعي للإنتاج بلغ نحو 1,200,000 برميل يوميا إجمالا في الربع الأول. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، عود لفاطمة ورجائي. شكرا محمد عبدالله على هذه الوقفة الاقتصادية. أكد وزير النقل الماليزي أنتوني لوك أن بلاده تسعى إلى البحث مجددا عن طائرة رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم MH370 مع اقتراب الذكرى العاشرة لاختفائها في أحد أكبر ألغاز الطيران في العالم. وقال لوك إن الحكومة دعت شركة أوشن إنفينيتي الأمريكية المتخصصة في استكشاف قاع البحار لمناقشة أحدث مقترحات الشركة فيما يتعلق بجهود البحث بعد محاولتين فاشلتين سابقتين. واختفت طائرة الرحلة MH370 من طراز بوينغ 777 وتحمل على متنها نحو 227 راكبا و12 من أفراد الطاقم في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس عام 2014. وقفتنا الثانية مشاهدين في أخبار التاسعة وجولة في أخبار الكرة والملاعب يقدمها لنا الزميل محمد عبد الله. شكرا فاطمة، شكرا رجائي. إلى أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة. نجح أبطال مصر للسلاح تحت 17 عاماً في تصدر جدول ترتيبي من الميداليات ببطولة إفريقيا للناشئين والشباب و15 عاماً، وذلك عقب اليوم الختامي لمنافسات فرد الشباب. احتلت مصر صدارة جدول ترتيب الميداليات برصيد 16 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و7 برونزيات، بينما احتلت تونس المركز الثاني والسنغال المركز الثالث. وشهدت منافسات اليوم نجاح أبطال مصر في إضافة 8 ميداليات جديدة لحصيلة الميداليات باليوم الثاني للبطولة. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إلغاء مباراة الزمالك وصوال الغني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية. إلغاء المباراة جاء بعد عدم تمكن نادي سوار الغني من الوصول إلى القاهرة بسبب أزمة في سفره إلى مصر لخوض مباراة الزمالك، وحسم الزمالك التأهل إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة. في المقابل لم يكن لدى سوار الغني أي فرصة للتأهل.
حقق فريق مودرن فيوتشر فوزا عريضا على حساب ضيفه الهلال الليبي بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء في الجولة 6 والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ورفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بينما توقف رصيد الهلال عند 6 نقاط في المركز الثالث. في الدوري الإنجليزي لم يستطع مانشستر يونايتد الحفاظ على تقدمه المبكر في مباراة الدربي ليسقط على يد مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3 أهداف في الجولة 27. بهذه النتيجة وصل المان سيتي مطاردة ليفربول بتعزيز موقعه في المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بينما ظل اليونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس. نهاية أخبار رياضة من جديد، أعود إلى رجائي وفاطمة. محمد أشكرك شكرا جزيلا. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من استمرار وخطورة العاصفة الثلجية التي ضربت عدة مدن بولاية كاليفورنيا. وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع الثلوج وصل إلى 3 أمتار في المرتفعات، ما أدى إلى تعطل الحركة في بعض المناطق السكنية، هذا وقد اتخذت السلطات المحلية تدابير مناسبة لمواجهة المخاطر. مشاهدينا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس في هذه الجولة. لم ينضم إلينا فيها مجددا محمد عبد الله، إليك محمد. شكرا جاي وشكرا فاطمة. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصد غدا الاثنين طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يصود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 23-15 الإسكندرية، 21-13 مطروح، 20-11 بورسعيد، 21-13 الإسماعيلية، 24-12 وإلى السويس، 23-13 العريش، 22-12 طابة، 21-13 شرم الشيخ، 27-16 والغردقة، 26-16 إلى الأقصر، 28-13 أسوان، 29-14 الوادي الجديد، 27-9 شلاتين، 27-18 وحلايب، 25-18. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. توقعات خبراء الطقس، مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
خلال استقباله مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد سعي مصر لتحقيق طفرة بمساحة الأراضي الزراعية. شكري يؤكد أن العلاقات ما بين مصر ودول الخليج ركيزة للاستقرار بالمنطقة، ويشدد على أن ما يجري في غزة مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية. سقوط عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة مروعة عند دوار الكويت بغزة، وطيران الاحتلال يشن غارة على مخيم جبلية شمالي القطاع. مشاهدينا، وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، لكن هو التاسعة ما زال مستمرا مع الزميل والإعلامي يوسف الحسيني. ازيك فاطمة؟ ازيك رجائي؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ زي الفل. كل سنة وانتم طيبين. رمضان على الأبواب، وكل عام وانتم بخير. اللهم بلغنا رمضان يا رب. الواحد بيبقى فرحان واحنا داخلين على هذا الشهر الكريم والمبارك، وفعلا لما بيبدا بجد الواحد مش عاوزه يخلص. اكيد، واجواء جميله وروحانيات جميله، ودايما بنبقى عايزينه طول العام مش بس شهر رمضان. يا سلام، يا ريت والله. على كل سنه واحنا طيبين، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم سادتي وسيداتي الكرام. واستاذنكم نبدا فقراتنا. شكرا يا فاطمه. شكرا يا رجاء.